مباراة الاهلي والجونه بفوز النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء مع رئيس قطاع الناشئين بنادي الاهلي كابتن فتحي مبروك. بنقول لك الاول كابتن فتحي مبروك الفوز اليوم باستضافتك طبعا رئيس قطاع الناشئين، بس قبل المباراه اليوم يمكن لاول مره في تاريخ قطاع الناشئين بالكامل استوديو تحليلي لقاء على الهواء. الاهلي بيعمل غير، قناه الاهلي بيعمل الغير، بتعمل الجديد دايما في مصر. وطبعا شكرا شريف، وانا بشكر كل العاملين في قناه النادي الاهلي، لان فعلا اذا كانت بتدل بادره جميله جدا الاهتمام بقطاع الناشئين، ودي يمكن اول مره تحصل في تاريخ قناه الاهلي، وانا بشكرهم جدا جدا جدا، لان فعلا قطاع الناشئين محتاج تدعيم من قناه الاهلي، وقناه الاهلي دائما بتذيع مباريات للنادي الاهلي، والنهارده انا شايفها بادره جميله والناس كلها مهتميه ان اللقاء النهارده الاهلي والجونه يبقى لايف، ودي حاجه جميله يمكن بادره اتمنى ان هي تسود ان شاء الله في قطاع الناشئين في النادي الاهلي وفرق اخرى في النادي الاهلي. النهارده الاهلي بيلعب الجونه، الاهلي في الصداره كالعاده زي ما عودنا، الاهلي بيفوز 1-0 عن طريق مؤمن زكريا اللي طلب ينزل يلعب مع فريق 97. الاهلي ما زال متصدر، الاهلي بينافس بكل قوه. شفت المباراه ازاي من وجهه نظر حضرتك؟ لا هو طبعا الاهلي متسيد، يعني الكابتن عادل عبد الرحمن عمل فريق كويس، عنده لعيبه كويسه جدا جدا، واحنا برضو بندعم الكابتن عادل، كل قطاع الناشئين بيدعم الكابتن عادل، لان الفرقه دي تبع الدرجه الاولى او الفرقه دي تحت الدرجه الاولى مستوى مستمره، واحنا بندعمه وبنديله لعيبه من عندنا من قطاع 99 ومن قطاع 2000. والمباراه النهارده يمكن النادي الاهلي كان متسيد من اول دقيقه، يعني ضاع فرص كتير قوي، ولكن دائما المكسب بثلاث نقاط برضو بيدي دوافع كويسه للعيبه، بيدي دوافع للكابتن عادل وجهازه الفني ان هم دائما في المقدمه، ودائما اللعيبه دي يمكن من خلال قناه الاهلي بيتعمل عليهم سبوت على فكره كويس جدا جدا لمستقبلهم وفنياتهم، وايضا اذا كان ملوش دور في النادي الاهلي مستقبلا فالناس بتبتدي تتعرف على اللعيبه من خلال قناه النادي الاهلي. كابتن فتحي، يمكن عليك مسؤوليه كبيره جدا، جماهير قطاع كبير من جماهير بيعقد امال كبيره على قطاع الناشئين، بيعقد امال كبيره ان يفرز لاعبين على قدر المسؤوليه، لاعبين يشرفوا الفريق الاول ويشاركوا بصفه اساسيه مع الفريق الاول. والله انا اللي بتمنى يمكن دي كان الهدف الاول عندي، ان قطاع الناشئين ان شاء الله ان شاء الله كده دائما يبقى عنده لعيبه كويسه، ودائما يبقوا على طول في الفريق الاول، دائما الفريق الاول ينظر ليهم نظره ايجابيه ان شاء الله في الفتره القادمه، لان عندنا لعيبه الحمد لله كويسه، عندنا لعيبه في 97 كويسين جدا، وفي 99 وفي 2000، وانا يمكن عامل خريطه كده جميله، يمكن دي خريطه، يمكن بقول ان ده منتخب النادي الاهلي المستقبل، يعني منتخب او فريق النادي الاهلي المستقبل، والحمد لله في لعيبه كويسه ان شاء الله النادي الاهلي يستفاد منهم مستقبلا، وقطاع الناشئين دائما بيبقى ذخيره كويسه لقطاع الفريق الاول، واتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر نقول الهدف الاول لقطاع الناشئين في النادي الاهلي مد الفريق الاول بلاعبين مميزين ان شاء الله. ما ينفعش تبقى معايا وما اسالكش عن مباراه الاهلي، حلم النادي الاهلي الترج التونسي تاهل لكاس العالم للانديه، حلم كبير الاهلي كلها بتعيشه. والله اتمنى طبعا النادي الاهلي نادي كبير، نادي بطولات، نادي خلاص يمكن المعترك يمكن الافريقي واخد عليه بخبرات لاعبته، وان شاء الله اللقاء الجاي مع الترجي ان شاء الله في المباراه الاولى نعمل نتيجه كويسه ونتيجه ايجابيه، بحيث ان احنا نروح المباراه الثانيه ان شاء الله مستريحين وناخد هذه البطوله. النادي الاهلي دائما يعني دائما بيحصل بطولات، ودائما ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي عندها الخبره وعندها ايضا نوازع للفوز بالبطولات ان شاء الله، واتمنى ان شاء الله مباراه الترجي الاولى ان شاء الله يبقى فيها سكور كويس للنادي الاهلي. شكرا. شكرا جزيلا يا شيف. شكرا. شكرا. ده كان لقاءنا مع كابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كابتن سامح حسني، بقول لك بالتوفيق في اول استوديو تحليلي، يمكن على مستوى مصر كلها بنشوف استوديو تحليلي لقطاع الناشئين بالكامل. بالتوفيق كابتن اسامه، بالتوفيق لضيوفك الكرام طبعا الكابتن حشيش والكابتن ميلال، وانا عوده ليك كابتن اسامه، اتفضل.